نحييكم على مواكبتكم لهذه الوقفة المتبوعة باعتصام ليلي، ونقول لكم كما ترون أن هذا التطويق الأمني وهذه الأعداد الهائلة من القوات ديال الأمن، ونحن نقول لهم ما خرجنا إلا من أجل حقوقنا. الخروج الأول لنا هو أن مجموعة من الأساتذة والأستاذات من فوج 2016 لم يتقاضوا أجورهم حتى الآن، لم يتقاضوا أجورهم. ألم يقل بن كيران يوما قولته الشهيرة التي صدم بها أبناء الشعب المغربي وقال لهم الأجر مقابل العمل، وذلك ليضرب بحق دستوري، وهذا الحق الدستوري الذي ضربه هو الحق في الإضراب الذي تكفله جميع المواثيق الدولية وجميع الدول الديمقراطية عبر العالم. ألم يقل لهم الأجر مقابل العمل؟ ألم يؤدوا هذه الأساتذة عملهم داخل المؤسسات مدة شهر فبراير كامل ولم يتوصلوا بأجورهم إلى اليوم؟ ومنهم من يتواصل لم يجد رمقة حليب ليرضعها أو ليعطيها لطفله، ولم يجد ما يسد به رمقه اليوم. نحن خرجنا في هذا المعتصم كما خرجت جميع جهات المملكة الاثنى عشر، وندد بما وقع لإخواننا في الشرق وفي فاس وفي الرباط وفي الصحراء وفي وزازات من تدخل الهمجي العنيف من لدن قوات القمع وسرقة الأجهزة ديالهم ديال المعتصم في الشرق. لذلك نقول لهم أن حقنا المشروع في التعبير عن رفضنا لهذه الوظيفة الهشة، هذه الوظيفة التي جاءت لترضي صندوق النقد الدولي وصندوق التجارة الدولية أو البنك الدولي للتجارة، وجاءت لتجهز عن حق الوظيفة العمومية لأبناء الشعب المغربي. نقول للحكومة المغربية أنك لا زلت وتزالين تمارسين ضغوطات على أبناء هذا الشعب الأبي، أولا بمحاولتهم تسليع المدرسة العمومية وخصصتها كما قال بن كيران يوما، وما زال التاريخ يشهد وكل شيء موثق، قال آن الأوان أن ترفع الدولة يدها عن التعليم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.